السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، مساكم الله بالخير. دلوقتي معانا النهاردة فرن كهربائي من شركة كيتشن لاين. كيتشن لاين خط المطابخ ده صنع في إيطاليا. اتصل بي العميل وقال لي عندي فرن كهربائي مش شغال، أبغاك تصلحه. رحت جبته وجيت أشغله، وصلت له كهرباء اشغل، لقيته بالمنظر ده كده. حتى اول لما صاحبه قال لي الكهرباء واصله لكنه مش شغال، يشغل كده يدوس مش شغاله، اختار اي وضعيه مش شغال، حتى الترموستات على الاخر على الماكسيمم كده، اوف كده على الماكسيمم اهو، وبرضه ما فيش شغل من لمبه البيان او اي حاجه مش شغاله، تدوس هنا برضه ما فيش حاجه. فهو المشكله ان هنا في قفل زي ما انتم شايفين، الفرن مكفول بقفل فمش هيشتغل. فك القفل ده هعرفه لكم الان ان شاء الله، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان اجعلها في ميزان حسناتي. القفل ده الاول بيجي من ايه؟ اما واحد ضغط على الزر ده لمده 5 ثواني، او الفرن ده فصل عنه الكهرباء وتركن في مخزن لمده كبيره جدا. هنا الفرن كده يقف. فانت عشان تفك القفل ده بطريقه سهله وبسيطه جدا ان شاء الله اعملها لكم، والفرن يبدا يشتغل معاكم. هنضغط عليه بعد الاول نفس الكهرباء كانك في بيتك، وده الفرن بتاعك طافي اهو، بتقوم جاي مشغل بسم الله، بتشغله وبقوم جاي هنا شايف علامه الموجب دي الزائد دي، بقوم داس عليها لمده 5 ثواني بسم الله. لاحظوا معايا، الآن الفرن اشتغل ونور، الآن اشتغل. ممكن أشغل السخان وأشغل الترموستات كده، الفرن شغال معايا أهو، وممكن أفتحه بسم الله، شغال معايا أهو، اللمبة شغالة والسخانات شغالة والمروحة التبريد شغالة، كلها شغالة. وهنا أنا مختار فوق وتحت شغال، السخانات شغالة أهي، وده الترمسات بتاع درجة الحرارة شغال اهو على 240 كده. الحمد لله رب العالمين الفرن بتاعكم اشتغل. طب تحبوا نوقفوه تاني عشان نعرفكم اهو؟ شايفين وقف قفل كده، مهما تدوس على اي حاجة مش هيشتغل، لازم تدوس على باستمرار هنا عشان يفتح معك. يبقى اذا اي حد عنده فرن كيتشن لاين وواجه المشكله زي دي كده والقفل موجود اهو، يعمل ايه؟ اول حاجه يسمي الله ويضغط هنا على الموجب ده باستمرار لحد ما يطلع القفل يمشي. بسم الله، راح القفل، الفرن بدا شغال اهو في الخدمه الحمد لله. اظن كده الرساله وصلت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم أن يعصمني من الشيطان الرجيم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، وأن يبارك لي ولكم في أعمالكم يا رب العالمين. ما تنسوناش يا جماعة الخير بدعائكم الصالح، وتشتركوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان لو أي فيديو نزلته يوصل لكم سريع إن شاء الله. وأي حد أي حد عنده سؤال بخصوص الأجهزة المنزلية يسألني تحت في التعليقات، وإن شاء الله أديله إجابة شافية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت أقول لكم يا جماعة الخير، أقول لكم على معلومة حلوة بخصوص وظيفة القفل دي. فنفترض إن أنت خلاص بتطبخ وظبطت البتاع الفرن بتاعك وشغلته اشتغل معاك، فنفترض انت او الست البيت او الراجل اللي بيستخدم الفرن او الست اللي بتستخدم الفرن عندهم اولاد صغيره وبيلعبوا في الفرن، لو دخل المطبخ يشغله ولا كده، وممكن يغلط ويدوس هنا يشغل، فانت هتعمل ايه؟ ممكن فكره بسيطه جدا وسهله ان شاء الله، نفس العطل اللي احنا اكتشفناه يكون هو العلاج. يعني بعد ما بتخلص طبيخ او شوي او اي اكل جوه في الفرن بتطفي طبعا ده الترموستات، ممكن تطفيه برضه لو عايز، اوف اهوت،
ثم تعمل ايه؟ تدوس هنا باستمرار تعمل القفل. قفل معايا اهو. اول ما اشوف علامة القفل دي خلاص الحمد لله. بنتي تيجي، ابني يجي، ابني يجي، بنتي تيجي، يلعب كده، يدهوس كده، يعمل، يخلي، يعمل كده، ما مش هيشتغل خالص، مقفول. وبعد يوم 12 جيت اطبخ تاني، اقوم ارجع تاني اشغل، مش هيشتغل معايا غير لما انا ادوس هنا باستمرار عشان ارفع القفل. اول ما القفل يرفع خلاص يفتح معاك. فتح الان اقدر اشغل اهو، اشتغلت معايا لمبة البيان، واقدر اشغل الترموستات. بسم الله اشتغل معايا، اختار الوضعية اللي انا عايزها واطبخ زي ما انا عايز. خلصت طبيخ ارجع اقفل زي ما وريتكم تاني، تبدأ تدوس هنا باستمرار عشان يقفل معاك. بس طبعا ايه، مش هيقفل الا لما تفضل ضاغط 5 ثواني 6 ثواني، تفضل منتظر انت حاطط صبعك على الزر ده لحد ما يقفل وتمشي. صلى الله وبارك. كده امان اطفالكم، تلعب ما تلعب مش مشكلة، عندك الفرن في امان، لان ممكن بنتك ولا ابنك يشغله ويمشي ويسيب ده شغال. هو طبعا محمي من جوه بحساسات حرارة وكده، بس ده غلط يعني، في النهاية ده غلط. انت برضه بتستهلك الكهرباء، يعني اقل الاضرار بتستهلك الكهرباء. ربنا يحفظ لكم اولادكم يا رب. السلام عليكم.